وينضم إلي من برلين مراسل قناة 824 نيوز في أوروبا عبد الرحمن عمار عبر تطبيق سكايب. تحياتي لك عبد الرحمن. يعني بالبداية عبد الرحمن، عندما تتحدث أوروبا عن تحديد سقف أسعار الغاز، ألا ترى بأن ذلك خطوة تصعيدية من شأنها يمكن أن نقول أن تنعكس بشكل سلبي عليهم؟ هو يتوقف الأمر على الكثير من العوامل، من بينها هل تستجيب الشركات التي تورد الغاز الروسي لهذا المطلب. يعني ستنجح حكومات البلدان الأوروبية لإقناع كل الشركات بذلك، وأيضا تعويضها بالخسائر التي ستترتب عن فرض أسعار سقف الغاز أمام روسيا. وروسيا طبعا رد فعلها ستقول أنها لن تتعامل مستقبلا مع كل بلد يريد أن يطبق هذا المبدأ. وفي النهاية يعني أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تختار موردين غير روسيا، والكلفة لن تكون بالرخيصة طبعا. يعني عبد الرحمن، يعني نحن نشاهد من جهة أن هناك طمأنة بتوفر الغاز، لكن هناك ضربات اقتصادية منها ارتفاع أسعار الفحم على سبيل المثال. كيف يعقب الشارع الألماني، أو كيف لمست أنت من الشارع الألماني وأنت متواجد في العاصمة برلين، على هذا الغلاء وهذا الارتفاع في الأسعار؟ نعم وسام، تواجد وخلفي اعتصام لنشطاء البيئة هنا أمام وزارة الطاقة والبيئة الألمانيين، يعتصمون لسببين. أو الأول انتقادات للبنية التحتية التي تحدث عنها المستشار الألماني، بنية تحتية قيد البناء للغاز المسال، وأيضا الاحتفاظ بمناجم الفحم وحتى الطاقة النووية. يقولون هؤلاء النشطاء بأن كلفتها ليست رخيصة، ملوثة للبيئة، ونشهد كوارث طبيعية ليس فقط هنا في ألمانيا وارتفاع درجة الحرارة بل في كل العالم. والانتقاد الثاني هو أنهم يقولون بأن المواطن في أوروبا وألمانيا يترك لمواجهة مصيره، لأن يعني سعر الغاز والطاقة بشكل عام يرتفع ويجب على المواطنين دفعه، وهو ازداد بشكل كبير. يعطي هنا صورة عن الأجواء السلبية في الشوارع الأوروبية بشكل عام. يعني قبل أن أسألك السؤال الثالث، أريد أن نتوجه لنستمع إلى أورسولا فوندرلاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ونعود لك عبد الرحمن. سنقترح حدا أقصى لإيرادات الشركات التي تنتج الكهرباء بتكاليف منخفضة، مصادر الطاقة منخفضة الكربون تحقق إيرادات هائلة. حان الوقت الآن للمستهلكين للاستفادة من التكاليف المنخفضة للمصادر منخفضة الكربون. على سبيل المثال الطاقة المتجددة، سنقترح إعادة توجيه هذه الأرباح غير المتوقعة وإعادتها إلى الدول الأعضاء، حتى تتمكن الدول الأعضاء من دعم الأسر الضعيفة والشركات الصغيرة. يعني مرة أخرى أعود إليك عبد الرحمن، استمعنا إلى رئيسة المفوضية الألمانية أورسولا فوندرلاين بهذا الشأن، وأيضا الرئيس الإسباني بالأمس حذر بأن القادمة أسوأ. هل هناك توقعات بأن يكون انقطاع التيار الكهربائي هو عقب نقص في الغاز؟ هذا متوقع وسام، والكثير من البلدان الأوروبية الآن تحذر المواطنين من مغبة عدم الالتزام بالتوصيات والنصائح بترشيد الطاقة والاستغناء عن الطاقة حيث ما يمكن الاستغناء فيه عنها. لكن الانتقاد الموجه لكل الحكومات وأيضا لدول للمفوضية الأوروبية بأن صحيح هناك شركات تحاول استغلال الوضع وحققت أرباحا في ظل الأزمة وإلزامها بالالتزام بالقواعد الجاري بها العمل ليس مؤكدا. وهناك قناعة أيضا هنا بأن الشعارات التي ترفع دول الاتحاد الأوروبي بأن هناك خطة طوارئ إلى حدود الآن لم تطبق على أرض الواقع، ويترك المواطن الألماني يواجه مصيره، وهناك مخاوف من أن تفلس الكثير من الشركات المتوسطة في المستقبل. نعم عبد الرحمن عمار مراسل قناة 824 نيوز في أوروبا، كنت معي ببث حي مباشر من برلين العاصمة الألمانية، شكرا لك على هذه المداخلة.